شارك وفد من المستشفيات الحكوميه برئاسه الدكتور احمد محمد الانصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكوميه في قمه الصحه العالميه التي تعقد في جمهوريه المانيا الاتحاديه تحت شعار معا من اجل غد اكثر صحه واستدامه. وتعد قمه الصحه العالميه احدى اهم التجمعات المعنيه بالصحه على الصعيد العالمي واكد الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكوميه ان مشاركه وفد مملكه البحرين في اعمال هذه القمه تأتي في إطار الحرص على تدعيم الجهود والمساعي لبحث ومناقشة أهم القضايا الصحية واستعراض أبرز الموضوعات ذات الأهمية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع الصحي.